صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام. يا جماعة انا مش لاقي تليفوني، يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي يا جماعة.